حديث كبير حول الإدماج لدى شباب ولاية البويرة، تساؤلات عديدة تشغل بالهم حول مصير عقودهم لما قبل التشغيل. 10 سنين ماشي بفارغ الصبر، برك كرهنا عيينا اقسم بالله، يعني بكل صراحة انا نستنى وشك فون نستنى ونستنى ان شاء الله الخطرة هذه فيها امل. ومن الشباب من ظفروا بمقعد دائم بعد معاناة طويلة، فهم يحوزون أقدمية فاقت 8 سنوات. كانت صح فترة راتب قليل وكان عمل دائم 8 على 4، وصح هي كانت تجربة لنا قاسية صح نوعا ما، بصح الحمد لله يعني اللي صبر ينال والحمد لله جازت المرحلة هذه، والحمد لله الدولة تاعنا وفات بالوعود تاعها. وأنا جد سعيدة بهذا المنصب بعد معاناة طويلة دامت 10 سنوات. ولاية البويرة عرفت لحد الآن إدماج 2686 شابا من أصل 5085، أي بمعدل يقارب 50%. قطاع التربية الوطنية عرف حصة الأسد في هذه العملية بإدماج 900 شاب. تم ترتيب المدمجين وفق معايير محددة وفق الشهادات. العملية الثانية كانت هناك عملية طعون للسماح للمدمجين بالقيام بطعون، والعملية المويلة كانت هي نشر قوائم المدمجين. استنفذنا كل إمكانات الموجودة لصالح هذه الشباب. سنة 2021 تتطلب خلق مناصب جديدة. وفي انتظار أن تفتح مناصب مالية جديدة لإدماج العدد المتبقي من الشباب، يبقى الأمل قائما لهؤلاء في مستقبل أكثر استقرارا.